النهارده عبد الفتاح مدرس سند النوين جاي النهارده يعني الخميس. انا حضرتك جاي النهارده ابيت في الميدان لبكره لمطالب محدده. منها حضرتك التعديل بتاع بالحكم على الرئيس المخنوق مبارك واسرته ومحاكمه الضباط اللي اسالوا دماء الشهداء تم الافراج عنهم. اتفضل حضرتك. وخاصة ان الثورة في الفترة اللي احنا عايشينها اصبحت مهددة. بيهددها خمس حاجات، منهم حضرتك البلطجية، منهم حضرتك رأس المال اللي كون نفسه بدماء المصريين، منهم حضرتك امن الدولة والضباط، منهم حضرتك ثورة مهددة ايضا بعوامل خارجية اسرائيل وامريكا. فما كناش ان احنا كلنا نتحد ونقف وقفه جاده ونحيي الثوره من جديد ونشعلها من جديد، لان حضرتك الحقوق لا يعني لا تطلب وانما تنتزع. ما كناش حضرتك تكون في جديه في هذا الامر هتضيع الثوره، فلازم نحافظ عليها بهذا الوضع. الله يكرمك يا فندم.